منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، تشهد علاقات مصر مع الدول الكبرى تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة. وتعد الصين من بين أهم القوى الكبرى التي ترتبط مصر بعلاقات وثيقة معها، امتدت إلى مجالات مختلفة بدعم كبير من قيادتي البلدين. حقبة جديدة ومتميزة من العلاقات الثنائية تشهدها مصر والصين، خاصة في ضوء ما شهدته هذه العلاقات من تطور ودعم بتوجيهات من الرئيس السيسي. تطورات إيجابية في العلاقات وصلت لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي الذي واصل مسيرته في تعزيز وتعميق التعاون والتبادلات بين الصين ومصر والعالم العربي. الزيارات المتبادلة بين بكين والقاهرة تعددت على جميع المستويات، ففي عام 2014 قام الرئيس السيسي بزيارة إلى الصين تكللت بالنجاح في تطوير العلاقات لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتجلى اهتمام القيادة السياسية في الدولتين بتطوير العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية، حيث حرص الرئيس الصيني على دعوة الرئيس السيسي لحضور القمم الدولية التي استضافتها الصين، انطلاقا من تقدير الصين للمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر. وخلال زيارة الرئيس السيسي إلى الصين في سبتمبر 2015 بمناسبة احتفال الصين بعيد النصر الوطني في الذكرى 70 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، أثنى الرئيس الصيني على الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على صعيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. القمة الثالثة التي جمعت بين الرئيسين السيسي ونظيره الصيني عقدت في يناير 2016، وذلك خلال الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر، حيث حضر الرئيسان الاحتفالات المشتركة بمناسبة الذكرى السنوية 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأعلن تدشين عام الثقافة الصينية في مصر وعام الثقافة المصرية في الصين. قمة رابعة عقدت في هانتشو بناء على دعوة الرئيس الصيني للرئيس السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2016، ثمن خلالها الرئيس الصيني ما تشهده الشراكة الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعدة. وكانت القمة الخامسة في مطلع شهر سبتمبر 2017 تلبية لدعوة من الرئيس الصيني للمشاركة في فعاليات الحوار الاستراتيجي حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية الذي أقيم على المستوى الرئاسي على هامش قمة الدورة التاسعة لقمة مجموعة بريكس. وفي سبتمبر 2018 جاءت الزيارة السادسة للرئيس السيسي للصين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي. وفي أبريل 2019 جاءت القمة السابعة خلال زيارة الرئيس السيسي إلى بكين، حيث نظمت الصين الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في العاصمة بكين بمشاركة الرئيس السيسي. وفي ظل الوباء الذي اجتاح العالم، سارعت مصر إلى إرسال المساعدات الطبية وعبرت عن مساندة الصين ودعمها في مواجهة هذه الجائحة. وعلى إثر ذلك لم تنسى الصين دعم مصر لها في بداية الجائحة، فسارعت بإرسال عدد من الشحنات من المساعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا في إطار التعاون بين البلدين.